هلا يا حلوين، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة. طبعا اسفة على التأخير، بس يمكن مبين من صوتي كان عندي فد دفلونزا. شو اقول لكم؟ موتتني، شهر ما تروح وصوتي راح، وكل مرة اقول راح اسجل الفيديو واريد يرجع صوتي، واخيرا واخيرا الحمد لله والشكر رجع صوتي. فقلت خلاص اسجل لكم هذا الفيديو بسرعة. هاي عندي قطة جديدة ضيفة، هي مو جديدة، هي صار لها شهر بس الفيديو قديم. لوسي، لوسي احس احكيكم قصتها وراح اجاوبكم هم على كم سؤال بخصوص هذا الموضوع مع التزاوج. زين، فاليوم الفيديو مالتنا سوالف وراح اجاوبكم على كم سؤال. اول شي، لوسي هي انثى شيرازي، زين، عندها 11 شهر. صاحبتها تخلت عنها، عافتها يما بمحل مال حيوانات. ففي يوم رحت يعني شي اشتري غراض، فابو المحل قال لي تريدين قطة ما تزاوج اخذيها. طبعا جبتها، شوفوا شلون خايفين، كلهم كانوا خايفين من عندها بالبداية بس بعدين تعودوا عليها. جبتها، شفتها فقيرة هيجي نظيفة وتعودت على البيت بسرعة. قلت خليها يمي فترة تتزاوج وبعدين اشوف، يعني تعرفون قلبي بعد ما قدرت استحمل بصراحة، يعني شفتها تعلقت بيها فقلت يلا هي خربانة خربانة، راح ابقيها ويا القطط الباقية تاكل وتشرب. طبعا لوسي هسه حامل وأنا فرحانة بيها لأنه راح تجيب لي وأخيرا كتن صغار، وأصور ويصير عندي قطط صغيرة بالقناة. صار لي فترة طويلة ومنزلة فيديوهات عن القطط الصغيرة. المهم قلت خلاص خلاص راح أبقيها ويعني نخليها تبقى ويا القطط الباقية. فجبتها على أساس بالبداية تتزاوج ويا فلافي، بس فلافي كان خايف من عندها. فأول شغلة لازم تنتبهون عنها إنه لما تجيبون قطة جديدة للبيت ما راح تتأقلم بسهولة، لا راح تاكل وتشرب طبيعي، راح تبقى فد أقل شي فد 3 أيام إلى أن تبدي تتأقلم على جو البيت. أني حاولت إنه أختصر الموضوع وأرد أزوجها بسرعة، فحبستهم اثنيناتهم بقفص كبير. فمن أعراض التزاوج هسه راح أسكت شوية وراح أشوفكم شلون شكلها وهي طالبة تزاوج. أعراض التزاوج ترى هواية، مو بس هذا، يعني مو بس انه هي ترفع نفسها، ترفع الجزء الخلفي، لا لا، هواية اكو أعراض. ممكن حتى من الأعراض انه تتبول خارج اللتر بوكس، يعني تلقوها تسوي حمام بكل مكان. مو كل أنواع القطط، بس أنا بحكي لكم على الأعراض الثانية. صار عندها كثرة إفرازات، ممكن
اكو خطط ترى حتى تنهزم من البيت، يعني اول ما ينفتح الباب بسرعة تفلت من البيت. ماما بصوت عالي، صوتها عالي، تقول يم الحمام يم الباب يم الشبابيك، طول الوقت تصيح، وهاي كلها من أعراض التزاوج. تطلب الأنثى دائما على حسب نوعها يعني، بس الأغلبية طلبوها على 9 شهور، فإحنا أحسن حالة يعني أحسن عمر نزوجها بعد سنة. لازم قبل ما نزوجها تكون ماخذة تطعيماتها وماخذة جرعة الديدان، إنه جرعة الديدان من تصير حامل وبعدين من ترضع راح تتعبكم، لأنه راح تنقل للكتن مالتها. فدائما تتأكدون إنه منطيها هاي الأشياء قبل ما تصير حامل. والزواج، الزواج تتزوج بال4 أيام الأولى، هي هاي فترة الخصوبة إذا تريدون تصير يعني تصير حامل، لأنه هي ممكن تطول تطلب تزاوج لحد مدة أسبوع، بس الحبل ما راح يصير إلا بال4 أيام الأولى، عرفتوا؟ وراح نحسب للحمل آخر يوم تزاوج، يعني من آخر يوم تزاوج هو يصير أول يوم حامل، نحسب وراها لمدة 2 شهر، آخرها 65 يوم. هنا أنا بقيتهم تقريبا لمدة ساعة وبعدين طلعتهم غرفة وحدهم. بس أنتوا مثلا إذا حبستوهم متأكدوا أن الأنثى اللي يمكم هادية، لأنه ممكن خطية راح تظل الشبعة ضرب بالقفص. نتأكد أنه هي هادية وما ضربة، ونبقيهم إلى أن يتعودون سوا. وبعدين أول ما طلعتهم الزوجة، آخر سؤال وياي أنه هل إذا تزوجت القطة مرة واحدة بس هل راح تصير حامل؟ لا، يعني نسبة ضعيفة كلش، لأنه القطة لازم تتزوج أكثر من مرة بأكثر من يوم على مود يلا يصير حمل. وبس أتمنى جاوبتكم على كل الأسئلة، إذا عندكم أي شيء كتبوا لي بالتعليقات، تعرفون أحب تعليقاتكم الحلوة. يلا حبايبي، باي باي.